السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذ سنة أولى متوسط. أقدم لكم فيديو تلخيصي لدرس التركيب الضوئي. أولا تطرقنا في مقطع التغذية عند النبات الأخضر على شروط نمو النبات الأخضر، وكان الدرس الأول. قمنا بتحديد شروط نمو النبات الأخضر عن طريق تراكيب تجريبية، حيث تتمثل شروطه في ماء زائد أملاح معدنية، الضوء، وغاز ثاني أكسيد الكربون. قلنا أيضا أن غياب أحد من هذه الشروط قد يؤدي إلى ذبول وموت النبات الأخضر. ثم ثانيا تطرقنا إلى تحديد مقر امتصاص المحلول المعدني، وكانت النتيجة أن المنطقة الوبرية أي التي تحتوي على الأوبار المصة هي مقر امتصاص المحلول المعدني. النقطة الثالثة وهي مقر امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، وكان النتيجة أن مقره هو الأوراق، حيث تحتوي على ثغور التي يتم على مستواها امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون. الآن سنتكلم على التركيب الضوئي. أثبتت نتائج التجارب العلمية أن النبات الأخضر يحتوي على عناصر عضوية، غلوسيدات، بروتينات، دسم وفيتامينات، في حين أن غذائه يتضمن مواد معدنية فقط. ما مصدر المواد العضوية المحتوى في النبات الأخضر؟ النبات الأخضر أي يحتوي على الخضار وهي الكلوروفيل. عندما نوفر له الضوء، ثاني أكسيد الكربون، ماء وأملاح معدنية، يقوم بتركيب مادة عضوية مثل النشاء، وتسمى هذه أو تدعى هذه العملية بالتركيب الضوئي. نستطيع التحكم في شروط التركيب الضوئي، وذلك باستعمال البيوت البلاستيكية. تتمثل البيوت البلاستيكية في مجموعة من الهياكل المعدنية يتم تغطيتها بغطاء بلاستيكي خفيف، حيث نتحكم في شروط وهي شدة الإضاءة، درجة الحرارة، ونسبة ثاني أكسيد الكربون، ونسبة الرطوبة. وهذه البيوت لها فوائد، منها إنتاج خضر وفواكه مبكرة ذات جودة عالية وبوفرة كثيرة في غير مواسمها العادية. إن شاء الله يكون هذا التلخيص أفادكم، والسلام عليكم.